مساء الخير ومرحبا بكم مشاهدينا عبر قناتينا دزم الأرضية والفضائية. إلى لقائنا الإنساني الاجتماعي الحواري الأسبوعي التصالحي والذي يربطنا بكم بالخيط الأبيض مساء كل اثنين. لأني حرمت الدفء العائلي منذ الطفولة، كان دائما حلمي وأملي أن أبني حياة سعيدة مستقرة تعوضني الحرمان الذي كبرت في أحضانه. إذن هناك مشاكل أكيد نفسية. سي عبد الإله، أنت اللي لحيتي على الخيط الأبيض وأنت اللي جيتي. أنا من اللي جيت الإخوان، وهذاك الشخص العام كامل اللي فات وهو خدام ما خلاش شي غريبة من الغريب اللي ما قالها على رئيس الحكومة، وسكت ودير الصواب. المغاربة تيقولوا العداوة ثابتة والصواب يكون، ما خلاش شي حاجة. واش تذكرك شي وحيدة فيهم؟ عبد الإله بن كيران، مع كامل الأسف، ولما قرر أردوغان زيارة عبد الإله بن كيران شعلت النار الآن في تركيا ولا زالت مستمرة. سي عبد الإله بن كيران كان سيتوجه إلى تشيك، وقعت الفيضانات ولم يصل إلى تشيك. إذن هناك شيء ما مقدر من عند الله. هذا الرجل يمكن قدامه ما مباركش ما مساعدش، وهذه البلاد هي زاوية. نتمنى له أنه يكون عنده القبول الله. سمعتي شنو تيقول؟ احنا غنمشيو نقطة بنقطة. صحيح هذا الشيء؟ هذه الأيامات هذه مع هذا الشيء جيت للمقر وجات واحد السيدة كاطيح ليا تعنقني. أنا لا، شكون أنتيا؟ قالت لي أنا معاكم في العدالة والتنمية. قلت لها مالكم سعود؟ قلت لها شو بغيتي؟ قالت لك تصوري. قلت لها تصوري. أيوا. لا كاينة وحدة دارتها بيا، جات عندي شفتهم كيشوفوا فيا، حتى أنا شي شوية فيا ديال الزيادة فيه. قلت لها فهمت تبغاو يسلموا عليا؟ ابتسمت لهم وداك الشيء اللي كملنا ذاك اللي قادر مدينتي. قالت لي واش يمكن لي ناخذ معك صورة؟ قلت لها تفضلي. وهي تجي دارت يديا هنايا، انا تفاجات ولكن قلت ما كاين باس. ملي جا داك الصور درت كبرصه درا خرجت في التصاور جايه، وتا امي ما دارت لياش داك البوزه. السيد رئيس الحكومه في برنامج حوار قال لهم عطيوني 6 شهور نغير المنكر في هذا البلاد. عطينا عام ونص ما غير المنكر ولا هو المنكر. وانت كتبع محاولة تصر حسيت بان عينك عامرين بالدموع، اش كيبكيك؟ انه اقتنع الشوكولاته في 3 مليون. انا بالنسبه لي اللي سعد الاله من كيران ما يستغله وما ياكله يوميا من حلويات ومن تمور ومن بغرير ومن ما هو، تنظن يوميا يمكن اسبوعيا ياخذ هاد 3 مليون. ما عندي ما ندير له. هكذا كنفهم انا السلطه، هكذا كنفهم الحكم، هكذا كنفهم الحكومه. اللعب هذا حنا جينا نتسلاو هنا. فالحمد لله اليوم ضيوفنا دشنوا كيف ذكرنا للحوار بيناتهم، وغادي يجلسوا بعضياتهم وغادي يجبدوا الأوراق ديال الماضي لأن باقي عندهم ما يتقال. شكرا وإلى اللقاء الاثنين القادم بحول الله.